يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بعلمه من ولا يحيطون بشيء من علمه، إنه هو العلي العظيم، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. هذه الآية المباركة هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذه الآية العظيمة، وهي آية الكرسي. من هذه الأحاديث ما روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من رواية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال لي: أتدري أي آية في كتاب الله تعالى معك أعظم؟ قال: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضربني النبي صلى الله عليه وسلم على صدري فقال لي: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك في هذا الحديث إشارة إلى فضل أبي رضي الله تعالى عنه ابن كعب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوة المباركة فقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي لتتهنأ بهذا العلم، هنيئا لك هذا العلم أبا المنذر. فهذا فيه فضل هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الأحاديث التي فيها فضل هذه الآية المباركة ما روى النسائي عليه رحمة الله في سننه، وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله في المسند وغيرهما من رواية أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي قال: لا يمنعه من دخول الجنة شيء إلا الموت. فهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، هذه الآية من أسباب دخول الجنة. وفي هذا الحديث فائدة، ألا وهي أن هذه الآية تقرأ دبر الصلوات المكتوبة من ضمن الأذكار المشروعة، يقرأ الإنسان آية الكرسي دبر الصلوات المكتوبة، فإنه إذا فعل ذلك وحافظ عليها كانت له سبباً لدخوله الجنة. وفي هذا الحديث كذلك إشارة إلى أن الجنة
لا يدخلها أو لا يدخلها أحد حتى يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعه من دخول الجنة شيء إلا الموت، فلا دخول للجنة إلا بعد الموت. ومن فضائل هذه السورة وهذه الآية المباركة ما روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر في رمضان، قال فأتى آت فأصبح يحثو من الطعام، قال فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فشكى حاجة وعيال، قال فرحمته وخليت سبيله، قال فلما أصبحت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بواسطة الوحي، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنه اشتكى حاجة وعيالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليت سبيله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وإنه سيعود، قال فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، قال فترصدته فجاء فأخذ يحثو من التمر فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى حاجة وعيالا، قال فخليت سبيله، فلما أصبحت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال شكى حاجة وعيالا فخليت سبيله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال أما إنه قد كذبك وإنه سيعود، قال فترصدته وعلمت أنه سيعود، قال فجاء للمرة الثالثة فأصبح يحثو من الطعام، فقلت له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرة الثالثة تزعم أن لك حاجة وعيال، قال فقال لي ألا أعلمك آية في كتاب الله تعالى إذا قرأتها حين تأوي إلى مضجعك لا يقربك شيطان حتى تصبح ولا يزال من الله عليك حافظ، قال فقلت وما ذاك؟ قال قال لي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فلما أصبحت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه يعلمني آية في كتاب الله إذا قرأتها لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح ولا يقربني شيطان، قال وما هي؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك أي أخبرك بالصدق وهو كذوب، ثم قال يا أبا هريرة أتدري من تكلم منذ ثلاث ليالي؟ فقلت الله ورسوله أعلم، قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. ففي هذا الحديث
فائدة عظيمة، ألا وهي أن هذه الآية الكريمة المباركة يحفظ بها الله تبارك وتعالى من قرأها لما يأوي إلى فراشه، ولا يزال من الله تعالى عليك حافظ حتى تصبح، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فاغتنموا هذه الفرص، بارك الله تعالى لي ولكم، واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية المباركة كما ذكرنا فيها هذه الفضائل العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتنموا هذه الفرص ولا تضيعوها. وهذه هي المواضع التي تقرأ فيها هذه الآية المباركة، ولا تعلق هذه الآية، أي لا تجعل تميمة ولا حجابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في فضلها أنها تعلق، بل حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمائم التي تعلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله تعالى له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرقى والتمائم والتولى شرك بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فقال العلماء: إذا تعلق الإنسان أو علق غير القرآن واعتقد فيه النفع والضر فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أما إذا علق القرآن فهذا من البدع المنكرة التي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها أحد من السلف الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان والأئمة المهديين، ما تعلقوا تمائم ولا علقوا هذه الحجبات، لأنهم كانوا يعلمون تماما أنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية فيها اسم الله الأعظم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو، فهو تبارك وتعالى الإله الحق الذي يستحق العبادة تبارك وتعالى، ولا أحد يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى، سواء كان نبيا مرسلا أو كان وليا صالحا أو كان جنيا أو غيرهم، فإنهم لا يستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، لأنه عز وجل الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ربنا تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الله لا إله إلا هو، أي لا إله يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، ولا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى. ومن أجل هذا الأمر خلقنا الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ومن أجل هذا الأمر بعث الله تبارك وتعالى الرسل والأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه من الصفات الذاتية كما قال العلماء، فالله تبارك وتعالى موصوف بصفة الحياة، فهو تبارك وتعالى حي لم يزل ولا يزال، الله تبارك وتعالى حي لا يموت تبارك وتعالى،
لذلك قال في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فحياته ليست كحياة المخلوقين ولا تشبه حياة المخلوقين، لأن المخلوق إنما وجد من عدم. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المخلوق وجد من العدم ويلحقه الفناء، يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما حياته تبارك وتعالى فهي حياة أزلية تبارك وتعالى، حي لا يموت عز وجل، قيوم يحتاج إليه كل الخلق، ما من مخلوق إلا وهو يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، وما من مخلوق إلا والله تبارك وتعالى يرزقه ويقوم على شؤونه، كما قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. تبارك وتعالى قيوم تحتاج له كل الخلائق ولا يحتاج لأحد تبارك وتعالى، كامل الصفات تبارك وتعالى، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه من كمال حياته ومن كمال قيوميته تبارك وتعالى، أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس أو الذهول أو الغفلة، هذه كلها صفات نقص لا تليق بالله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينام تبارك وتعالى، لا ينام الله عز وجل. لذلك جاء في صحيح مسلم من رواية أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض ويرفع القسط، يرفع له عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع له عمل الليل قبل عمل النهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينام الله تبارك وتعالى، فهذه صفات تليق بالله عز وجل، وهي من صفات الكمال التي ينبغي علينا أن نؤمن بها، أن نؤمن بها ولا نحرفها ولا نعطلها، إنما نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة، لأن الكيفية غيرت معقولة ولا تعقل، ليست لنا عقول حتى ندرك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، إنما يجب علينا بعقولنا القاصرة، يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات، نؤمن بها ونجريها على ظاهرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبحوله تعالى وقوته لنا مواصلة في الخطبة القادمة في باقي هذه السورة وهذه الآية العظيمة. وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.